هذا البرنامج برعاية ولهدة. سلام الله عليكم أعزائي وعزيزاتي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم الإخباري المفضل سامع نيوز اللي كان بيأتيكم كل أسبوع، بس الآن صار يأتيكم كل أسبوعين لأنك اكتشفت أنه القناة قلبت أخبار. فانتجت هيك كان في عنا أخبار كثير، فإحنا مضطرين نبلش بسرعة لأنه إذا ما بلشنا بسرعة المقطع رح يصير مدة نص ساعة وإنت ما رح تحضر نص ساعة كاملة. أكيد لو إني أبوك ما بتحضرني نص ساعة كاملة. فنفس الكلام البعيد، وكل مرة فجر زر اللايك وادعس على كبسة الاشتراك، خلينا نوصل ل 75 ألف مشترك قبل نهاية السنة. كيف بس صرت أعطيكوا هدف منطقي؟ قبل كنت أقول قبل نهاية العالم، هسا خلاص نهاية السنة. واو، على فكرة ممكن خلال الفترة الجاي نعمل فيس كام على القناة، وقتها راح تشوفوا نشرة الأخبار بطريقة كثير قوية ما شفتوها بأي مكان، مش عارف بس إنه ما راح تشوفوها بأي مكان ثاني. ترقبوا قريبا ويلا نبلش. حذف بطاقة اللاعب بنجامين مندي من فيفا 22 بعد اتهامه بأربع حوادث. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، نبلش بهيك خبر؟ أنا برأيي نسكر فيديو ونروح نعمل إشي ثاني. منك لله يا بنجامين مندي، فرصة عشان نشتريهوك. رئيس بلاي ستيشن لم ننتهي من الاستحواذات بعد، يعني مش عارف على مين بدك تستحوذ. ما أنت إذا بتستحوذ على دكان بجنبنا مايكروسوفت راح تروح تستحوذ على مول كبير، فخلص عادي مشيها، مشي الليلة مشي الليلة معنا. كونامي تعتذر بعد الإطلاق الكارثي للعبة إي فوتبول 2022 وتعد بتحسينها الضخمة. والله جماعة الخير أنا عملت فيديو كامل وأنا قاعد بذم باللعبة هاي، طبعا طريقة هيك مسخرة، بس الحمد لله أنا ولا واحد منكم أخذني جد وقال أوه أنت قاعد بتمدح باللعبة، الكل كانوا عارفين القصة، ففيش داعي نطول بالكلام عنها، حكينا عنها في فيديو كامل. بس شغلة واحدة هيك شغلة بسيطة نفسي أقولها، إذا اللعبة مش كاملة تنزلها ليش؟ خلاص مش كاملة تجلها. إشاعة مايكروسوفت تفكر في الاستحواذ على المطورين توم برايدر وهيتمان، يعني مش عارف شو أقولكم، خلاص يعني أنتوا اسمعوا استحوذوا على كل الألعاب وإحنا مصير نلعب أي شيء بدكم إياه، أريح لكم وأريح لنا وأريح لسوني. كل حلقة أخبار مايكروسوفت تستحوذ على الشركة الفلانية، مايكروسوفت استحوذت على هذاك، خلاص خلاص قززتوني. تقرير أرباح أبل من ألعاب الفيديو أكثر من أرباح نينتندو ومايكروسوفت وسوني مجتمعة. يس زي ما قلت لكم أبل هي قدوتي بالطمع، أكثر شركة بتطلع مصاري وبتجيب مصاري بالتاريخ، بتقدر تطلع مصاري من أي إشي بالدنيا. فأكيد تذكروا قضيتهم معي بالجيمز اللي انتهت بالآخر إنه مطورين بيقدروا ينزلوا طرق دفع غير من أبل حتى إنه ما يأخذوا منهم 30%. فشفتوا 30% هاي قبل بتربح من الألعاب أكثر من الشركات الثلاثة اللي بتصنع أجهزة ألعاب وعندها منصات عملاقة. بس معقول قبل تشتري مايكروسوفت؟ بتعرفوا إذا صارت هالإشي يعني كأنه قبل هي جودزيلا ومايكروسوفت هي كينج كونغ، وهيك دقوا ببعض مين بيستحوذ على الثاني أول، أو إنه الاثنين بيموتوا بخلص منهم. ويندوز 11 متوفر الآن للتحميل، وبعد تجربة طويلة إله ما حدا حدث. يا جماعة الخير خليكم على ويندوز 10، ويندوز 10 كثير بجنن. هالمثل قلت لكثير ناس فراح أعيد لكم إياه مرة ثانية حتى يوصل لناس أكثر وأكثر. ويندوز 10 شبه واحدة حلوة كويسة مقبولة بس بتعرف تطبخ كل طبخ الدنيا، ويندوز 11 واحدة ملكة جمال بس ولا بتعرف تقلي بيضة. فقدامك الخيار مين بتختار؟ من ناحيتي أنا رحت مع اللي بتعرف تطبخ كثير، لحد اللي ما بتعرفش تطبخ تتعلم تطبخ. ارتفاع الموقع الإلكتروني الرسمي لمشروع ايجنت حصلت بلايستيشن 3 المنسية، وانا عارف انكم مش فاهمين فراح اوضح لكم القصة. بال 2009 روكستار طلعت بمؤتمر سوني وحكت انه في عندنا لعبة اسمها ايجنت راح تنزل قريبا وراح تكون حصرية على بلايستيشن 3، واحنا الان بال 2021 واللعبة لسه ما نزلت. فين انتم فهمتوا الدرس جماعة؟ خلص بنسوا. فين المفروض نعرف انه روكستار ما بتوفي بوعودها كثير. فيروس إيبولا يعود للظهور مجددا. أحا استنى، الخبر هذا شو دخله بالألعاب؟ طب انسى شو دخله، طب شو دخلنا احنا يا أخي؟ هسه لسه كورونا ما خلص يا زلمة، حرام يا زلمة، لسه ما طلعنا برا الدار بالله عليك. وخلص متى نهاية العالم يا جماعة؟ مايكروسوفت وأديداس يكشفان عن أحذية رياضية مستوحاة من الإكس بوكس الأصلي. قلت لكم الجماعة هذول معهم مصاري كثير ومش عارفين شو يعملوا فيهم،
فاحنا راح نشوفهم كل حلقة بيشتروا شغلات أو بيستحوذوا على شغلات أو بيعملوا أي إشي بمصاري. تسريب هائل يضرب تويتش ويشمل أرباح صناع المحتوى وأكثر من ذلك، ويصل برضو للكود الخاص بموقع تويتش. نعم بالعربي الموقع خلص تفتفت، كل إشي تصرف فيه. ومن بين الأشياء اللي تسربت إنه أمازون شغالة على منصة لتنافس فيها ستيم اسمها فابور، بكتب لكم اسمها وانتوا الفضوا زي ما بدكم. إيبك جيمز إلها 4 سنين وعلى الفاضي وبتعطي ألعاب مجانية، والناس تروح عندهم عشان يشتروا الألعاب المجانية ويطلعوا. شركة إيه تفكر في تغيير اسم سلسلة فيفا. طب ليش؟ يعني كونامي عملت الحركة الغبية هاي، والاسم اللي قاعد تبني فيه 20 سنة بيس، خلاص الناس فهمت انه بيس منافسة فيفا، راحت غيرته بيوم وليلة. يعني انتوا رح تلحقوها نفس الاشي؟ طب ليش؟ يعني لو كونامي قالت تكونوا الطبير بتنط طبير؟ بس اقولكم يعني عادي، نفس اللعبة كل سنة بتنزل ما في اي مشكلة. استديو رسبون يعلن عن بدء البيت المغلقة للعبة ايبكس ليجند في مصر. انا ليش حط هالخبر؟ مش عارف الخبر اللي بعده. رسميا الكشف عن جي تي اي ذا ترولوجي ذا ديفينيتيف اديشن، والاسم كثير طويل بليز اختصروه، انا راح اسميه جي تي ايات القديمه. فجي تي ايات القديمه اللي بتضم جي تي اي 3 وجي تي اي واي سيتي وجي تي اي سان اندرياس راح تصدر ان شاء الله الشهر الجاي، مفروض ان تصدر الشهر الجاي على كل منصات الدنيا، بي سي، اكس بوكس، بلاي ستيشن، سويتش. انتوا عارفين ان روكستار عموما ما نزلت اي لعبه من سلسله جي تي اي على أجهزة نينتندو؟ الجي تي ايات القديمة راح تنزل على سويتش، ولا أزيدكم من الشعر بيت، السنة الجاي راح ينزلوا على الآيفون والأندرويد. وهل إشي مخوفني؟ يعني مبدئيا اللعبة راح تكون نفس اللعبة القديمة، بس والله هيك خلوها أوضح شوية، بتمنى يعني يكون جرافيكها شوي أحسن وأعلى. يعني تقريبا نقول جي تي اي 4، ما بدنا نقول جي تي اي 5. لعبة عمرها 13 سنة أنا موافق، وإذا كان الفرق كبير فممكن نشتريها ونعمل عنها محتوى عندنا بالقناة. روكستار تحذف جي تي ايات القديمة من منصة البي سي. يعني جماعة خلص رسميا في جي تي ايات جديدة رح تنزل، اللي هم جي تي ايات القديمة مرة ثانية. بس الحمد لله اني اشتريت جي تي ايات القديمة قبل ما تنحذف، خلص صاروا عندي، مش مهتم بالموضوع كله. يعني اذا ما عجبوني جي تي ايات الجديدة عندي القديمة، خلصت راحت، حلينا المشكلة. رئيس بلاي ستيشن، العاب الفيديو لم يكن لها وجود في الشرق الاوسط قبل بلاي ستيشن. وإيجا العيد إيجا العيد، لقد جبت العيد يا صاحبنا يا رئيس بلاي ستيشن. وماريو احنا من وين نعرفه؟ انا اول لعبة لعبتها بحياتي ماريو، طبعا اذا شلنا الدودة تبعت نوكيا تمام. واغلب اللعب اللي لعبته كان على البي سي ايام زمان. هو صح انه العاب قديمة بس انه بي سي مش بلاي ستيشن. المهم انه رئيس بلاي ستيشن جاب العيد رسميا جود اوف وور راجناروك قادمة بالدبلجة والترجمة العربية الكاملة. وشوفوا الدبلجة اللي عارضين لياها. لأكتشف من أنا ومن لوكي. لن أسمح لك بالقتال مع الآلهة. لا أريد قتال أحد. تمام؟ هسه راح أفرجيكم دبلجة واحد شخص بس على إنستغرام، تمام؟ وأحط لكم صفحته بالوصف إذا بتحبوا تشوفوا. الحرب ليست الطريقة الوحيدة. لا نعرف ما الذي كانت تريده. كلا. أيوة هسه الحكم إلك عزيزي المشاهد، مين أحسن، دبلجة سوني العملاقة ولا الشخص الموجود على الانستغرام؟ منظمة حقوق الحيوان تطلب من يوبيسوفت إزالة مصارعة الديوك من لعبة فار كراي 6، حيث أنهم يعارضون بشدة إجبار الحيوانات على القتال حتى الموت. استنوا شوي، يعني انتوا ما بدكم الدجاج يقتل بعضه؟ بس الثور عادي يقتل بعضه، عادي ما في مشكلة. واذا مهتمين لهالدرجة بالحيوانات، طيب شوفوا البروستد، كل يوم ملايين الدجاج بيموت عشان ناكل البروستد من كنتاكي. بليز ركزوا على هاي شغلة، سيبكم اللعب. يعني لو الدجاج تهوت جوا اللعبة 200 سنة ما راح يصير اي شيء بدجاج بالحقيقة. والله يعني مش عارف، وبس اتوقع هاي هي كل اخبارنا اليوم. اتوقع الفيديو راح يكون طويل فما بدي اطوله اكثر من هيك. فتنسوش طبعا تشتركوا بالقناة وفعل الجرس، ومع السلامة.